من جنوب أفريقيا ما طلبته روسيا من المغرب فاجأ العالم، والتفاصيل مثيرة. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. ان شاء الله تكونوا بخير جماعة، بصحة بسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف من قلب جنوب افريقيا ما طلبته روسيا من المغرب فاجأ العالم. نعم، هنا تظهر مكانة المغرب وقوته الاستراتيجية. لطالما قلناها، المغرب اليوم ليس كمغرب الامس. ماذا جاء بهذه الرسالة التي اتت من روسيا وسوف تغير جميع الموازين؟ وايضا عندنا موضوع هام، الحموشي يطير الى البرتغال، فما هي القصة؟ قبل ما التلفزيون لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس لنضل دائما توصل، تحط لك يا جماعة خل الفيديو انتشر، خلنا بالشمس. يرجى دعمنا بزر اللايك، ودعونا نقول ونبتدئ. ما شاء الله على انجازات المملكة المغربية. الملك محمد السادس اعطى تعليماته واعطى الضوء الاخضر لفوز الاقجع. ملاعب عالمية خلال سنتين. فوز الاقجع يتلقى الضوء الاخضر لمونديال 2030. اعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته والضوء الأخضر بتعيينه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، القيادة اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب المشترك بمعية كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030. والأقجع بالتالي يكشف عن الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030. وحسب العرض الذي قدمه فوز الأقجع، فإن المغرب سيقوم بتأهيل 5 ملاعب وبناء ملعب كبير نواحي الدار البيضاء. عرض الأقجع كشف أن المغرب سيقوم بإعادة تأهيل ما بين 5 و6 ملاعب، وهي الرباط، مراكش، أكادير، فاس، طنجة، بالإضافة لملعب تطوان الجديد. وفق العرض الذي قدمه الأقجع سيتم إحداث 50 ملعباً للتدريب، وبالتالي المغرب وضع كامل ثقله للظفر بهذه التظاهرة واحتضان كأس العالم 2030، الملف المشترك المغرب إسبانيا البرتغال. نعم، حان الوقت لكي نعلنها، والحلم أصبح حقيقة. المغرب اقترب بشكل غير مسبوق لاحتضان مونديال 2030، خاصة بعد التطورات الأخيرة. مفاجأة، السعودية تنسحب رسميا. قرار مفاجئ ومشترك بين السعودية ومصر واليونان بخصوص تنظيم كأس العالم 2030. بعد اجتماع أقيم في السعودية، قررت كل من السعودية واليونان ومصر عدم تقديم طلب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 وفقا لتقارير محلية يونانية. ونقلت صحيفة كاسمريني أن مسؤولين من اليونان والسعودية ناقشوا هذا القرار وقرروا عدم التقدم بالطلب، وكانت مصر مشاركة بهذا الاجتماع أيضا. وتم اتخاذ هذا القرار بعد انسحاب الحكومة السعودية بسبب ما أسمتها ذات الصحيفة بالضغوط التي تلقتها لتنظيم البطولة بأوروبا وتحديدا بإسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى المغرب. ووفقا لموقع غريك ريبورتر، قدم ممثلو السعودية واليونان قرارا مشتركا بالاجتماع اليوم بعدم تقديم ملف الترشح. وذكر الموقع أن أثينا تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الأنباء التي تم تداولها بفبراير الماضي حول الملف المشترك المحتمل، ولم تكن أي من الدول الثلاث المشاركة رسميا عن تقديم ملف التنظيم كأس العالم. وفقا لوكالة فرانس بريس، كانت تسعى السعودية لتقديم ملف مشترك مع مصر
واليونان، وهذا يعني بعد الاجتماعات الأخيرة السعودية ومصر واليونان لن يقدما ملف ترشحهم، وبالتالي هذه نقاط إيجابية ومؤشرات على فوز المغرب، ونستطيع منذ الآن أن نبارك للملف الثلاثي المغرب إسبانيا البرتغال. كان هناك تخوف من انقسام الأصوات، لكن السعودية عندما انسحبت المغرب أصبحت المؤشرات أكثر عليه للفوز، وها نحن نرى المغرب يدخل بكامل ثقله للظفر بهذه التظاهرة العالمية. ولا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس الرياضي الأول راعي الرياضة والرياضيين، وتحية كبيرة لفوزي لقجع الرجل المناسب بالمكان المناسب. ومن هذا الخبر الجميل ننتقل إلى خبر مثير. المملكة المغربية قبلت صناعة السيارات، مجموعة لير الأمريكية تعزز حضورها بالمغرب. أعلنت لير الأمريكية الآن الرائدة عالميا بتكنولوجيا مقاعد وإلكترونيات السيارات عن افتتاح مصنع ضخم جدا لها بطنجة. وأوضحت الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات ببلاغ لها أن هذه الوحدة التي سيتم تشغيلها ابتداء من الربع الثالث من سنة 2023 ستقوم بتصنيع الأجزاء بواسطة تقنية حقن اللدائن لفائدة مصنعي وموردي السيارات للشركة، وكذلك لوحدات التجارية المتخصصة بالمقاعد والإلكترونيات. هذا المصنع الذي نتكلم عنه سوف يوفر فرص عمل بكميات كبيرة، ويشار إلى أن هذا المصنع سيحدث وظائف جديدة ويعزز قدراتنا بمجال التصميم والإنتاج بالمنطقة لمواصلة تسليم المنتجات بالأجال المحددة. تحية كبيرة للعلاقات المغربية الأمريكية، وما شاء الله على إنجازات المملكة المغربية. وبما أننا قلنا المغرب قبلت جميع المستثمرين، لابد الآن أن نقول أن المغرب قبلت جميع السياح. المملكة المغربية تفتح ذراعيها لاستقبال السياح تحت شعار المغرب يبتسم لك. لارام تطلق حملة ترويجية ضخمة تستهدف أكثر من 90 وجهة. أطلقت لارام الخطوط الملكية المغربية حملة دولية بشعار المغرب يبتسم لك بإطار جهودها للترويج للمملكة. هذه الحملة مدعومة إعلاميا بشكل كبير، تهدف إلى الترويج للوجهات المغربية التي تخدمها الخطوط الملكية المغربية والمرتبطة بأسواقها الرئيسية بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا. وبالتالي وبشكل رسمي المغرب أطلق حملته منذ الآن المغرب يبتسم لك. نعم هذه هي المملكة المغربية وأبناء المغرب اليد الواحدة. وبما أننا قلنا اليد الواحدة، هذا الخبر يفند أكاذيب ومغالطات التي أتت حول مؤسسة حدائق مارجويل بمراكش، مفندة الأخبار المضللة. مؤسسة حدائق مارجويل تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب. جددت مؤسسة حدائق مارجويل بمراكش التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مفندة بشكل قاطع الأخبار المضللة عنها التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام كما نرى. وجاء ببلاغ المؤسسة أن مؤسسة حدائق مارجويل لاحظت أن أخبار مضللة عنها يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفندها مؤسسة حدائق مارجويل بشكل قاطع. وخلص المصدر ذاته إلى أن مؤسسة حدائق مارجويل تواصل دعم كامل وحازم وثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس. هذا البيان أتى من هذه المؤسسة بعد أن تم نشر مغالطات بشكل كبير واتهام هذه المؤسسة بطعن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتم نشر هذه
الملصقات ونسبها لتلك المؤسسة، وها هي تفندها بشكل قاطع. وعلى ما يبدو نعلم من وراء هذه الإشاعات والمغالطات، أبواق الجزائر. وبما أننا ذكرنا أبواق الجزائر، الفضيحة وصلت لإسبانيا. صحيفة إسبانية بل صحف إسبانية تتكلم: الجزائر كشف عنها القناع. الجزائر الدولة الوحيدة التي عارضت إعلان الرباط وتحفظت على إحصاء اللاجئين. سلطت صحيفة أتليار الإسبانية الضوء على انتهاكات الجزائر للقانون الدولي، كونها الدولة الوحيدة التي عارضت إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، لتواصل بذلك العمل خارج نطاق إجماع المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي. وكتبت الصحيفة في مقال اختارت له عنوان: الجزائر تتراجع عن حماية حقوق اللاجئين، أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تحفظت على إحصاء اللاجئين كمبدأ أساسي لحماية حقوقهم، وهو ما يشكل انتهاكاً لقاعدة من قواعد القانون الدولي الآمرة. أي معيار يقبله المجتمع الدولي بيسره ولا يقبل أي اتفاق مخالف، وبالتالي لا يمكن تعديله إلا بمعيار دولي من نفس النوع. ومن هنا نتأكد أن الجزائر تسير عكس التيار. وإن كانت عقارب الساعة تسير بهذا الاتجاه، فالجزائر تسير عكس الاتجاه. وأشارت الصحف الإسبانية أن انتهاكات الجزائر للتعهدات الدولية ليست جديدة، بظل الدعوات المستمرة من قبل الأمم المتحدة لإعطاء الأولوية لجهودها لتحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وحسب صحيفة أتليار هذا ليس بجديد، منذ 2011 طالبت الأمم المتحدة الجزائر إحصاء الساكنة بعد رفض الجزائريون تحديد هويتهم وتسجيلهم. مشيرة إلى أن برنامج الغذاء العالمي عبر كذلك عن قلقه وشكوكه بشأن بيع ونقل المساعدات الإنسانية خارج المخيمات وإلى دول بلدان مجاورة أخرى. وأكدت الصحف الإسبانية أن الوفد الجزائري بإعلان الرباط كان المنعزل الوحيد الذي شرع بسلسلة من المناورات اليائسة، محاولا عبرها دون جدوى سحب الإشارة إلى تسجيل اللاجئين من الإعلان، والتي تذكر بمسؤولية الدول المضيفة غير الخاضعة للتقادم إزاء تسجيل وإحصاء اللاجئين على أراضيها كمبدأ ضروري للحماية، أي أن المغرب أجبر الجزائر على إحصاء الساكنة. يدل تراجع الوفد الجزائري وهو الوحيد الذي أبدى تحفظات على الفقرة المتعلقة بتسجيل اللاجئين على خوف الجزائر من قضية تسجيل المحتجزين بمخيمات تندوف على أراضيها. لكن ما فعلته الجزائر لن يمر مرور الكرام، طالما أن الصحف الإسبانية بأكملها تتكلم عن هذا الموضوع. ومن هذه الفضيحة ننتقل إلى واحدة أخرى داخل جنيف. جامعيون وناشطون يدعون الجزائر إلى تفعيل معايير وآليات العدالة الانتقالية. دعا المشاركون بندوة نظمت بجنيف إلى الضغط على الجزائر من أجل التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة للتعذيب وتكريس مقومات العدالة الانتقالية التي ظلت شعارا فارغ المحتوى. طلب الجامعيون والناشطون بالمجتمع المدني خلال اللقاء الذي نظمه مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بتقديم الدعوة الدائمة لخبراء الأمم المتحدة وفرق العمل المعنية بحقوق الإنسان على وجه السرعة وتنفيذ توصياتهم، وخصوصا كل من المقرر الخاص بالحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، والفريقين العاملين حول الاختفاء القسري والتعذيب. ودعا المتدخلون إلى إيجاد حل لأفعال الجزائر والانتهاكات التي تقوم بها. ومع الدعوات المستمرة لإدانة أفعال الجزائر، نتأكد هنا دون أي مجال للشك أن الجزائر
خرجت عن السيطرة وأصبحت تتخبط هنا وهناك بعد الانتكاسات المتتالية التي عاشتها. وبما أننا فتحنا باب الانتكاسات، فرنسا، ها هو البرلمان الفرنسي يقلب الطاولة على الجزائر. كما كان متوقع، إعادة مقطع محذوف من النشيد الجزائري يتضمن تهديدا لفرنسا يثير الغضب داخل البرلمان الفرنسي. أثار قرار النشيد الجزائري غضب البرلمان الفرنسي بسبب استمرار تمسك النظام الجزائري بهذا المقطع المحذوف. بشأن ذلك، وجهت النائبة البرلمانية الفرنسية ميشيل تايورات سؤالا شفويا إلى رئيسة الوزراء بالبلاد إليزابيث بورن، اعتبرت فيه أن عبارة يا فرنسا إن ذا يوم الحساب الواردة بالمقطع الثالث من النشيد الوطني الجزائري كلمات مليئة بالكراهية اتجاه بلادنا. وذكرت تايورات أن تابون عمم مرسوما رئاسيا، بحين أن هذه الكلمات كانت تلفظ فقط بمؤتمرات جبهة التحرير الوطني. تابعت المتحدثة من داخل البرلمان الفرنسي: ما هو رأي ماكرون الذي يدعي أنه يريد أن يعطي دفعة جديدة فيما يخص العلاقات الفرنسية الجزائرية؟ مضيفة: هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التمويه. كان من المتوقع أن يكون تابون بفرنسا، لكنه فضل الذهاب إلى روسيا لتعزيز الشركات مع هذا البلد الذي يهدد استقرار العالم. وأشارت النائبة البرلمانية الفرنسية إلى أن فرنسا تريد تطبيع علاقاتها مع الجزائر، لكن لا تحصد سوى الاحتقار وأفعال غريبة تأتي من النظام الجزائري من خلال مشاعر معادية لفرنسا، مؤكدة أن ذلك ضعف دبلوماسي بسبب خيار التوجه للجزائر على حساب حلفائنا المغاربة. وعلاقة بذلك، أفادت المتحدثة أن قرار تابون ليس بريئا لأنه قرار غير متزن، كما حاول تبريره وزير الخارجية الفرنسي مردفة أنه قرار محسوب يعتبر فرنسا عدوا وهو أمر غير مقبول. وفي هذا الصدد سألت النائبة البرلمانية الفرنسية تاب بورت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بشأن ردة فعلها حول هذا الموضوع، وما إذا كانت ستتخذ تدابير قوية مثل إلغاء اتفاقية 1968 التي تسهل هجرة الجزائريين إلى فرنسا وإعطاء بلادنا الاحترام الذي تستحقه. هذه الضجة الحاصلة داخل البرلمان الفرنسي تؤكد أن الأزمة مستمرة بين الجزائر وفرنسا، وما زال النظام الجزائري يغرد خارج السرب. وبما أننا ذكرنا العلاقات بين الجزائر وفرنسا، دعونا نتكلم عن العلاقات بين فرنسا والمغرب. وهنا يطرح سؤال: بعد أن أتى قرار من القضاء الفرنسي ووجه صفعة قوية للبوليسارو الانفصالية، هنا يبقى السؤال: هل يوجد ثقة بفرنسا؟ وهل قرار القضاء الفرنسي يعني أن فرنسا غيرت موقفها اتجاه الصحراء المغربية وأصبحت داعمة للحكم الذاتي؟ عمر المرابط، خبير سياسي ونائب عمدة سابق بفرنسا، يرى أن الحكم جاء بإطار قانوني ردا على ادعاءات نقابة كونفدرالية بايزان المعروفة بانتمائها إلى أطروحة البوليسارو. وأضاف المتحدث والخبير أن ادعاءات النقابة كانت موجهة رغم وجود اتفاق رسمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم الأقاليم الجنوبية إلى قائمة المناطق التي تعرف عملية التصدير الزراعي. هذا القرار القضائي لا يعني تغير الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية، ولا يمكن اعتباره انتصارا سياسيا. يورد المتحدث عينه موضحا بالوقت ذاته أن الرباط ملزمة بالتحرك سياسيا وعدم الاقتصار على الحيز القضائي. واردف المحلل السياسي أن الجاهل وحده من ينكر مغربية الصحراء، ومن هذا المنطلق على الرباط أن تسوق انتصارات القضائية بصورة سياسية وتجعل من ذلك محور لقاءات مع الطبقة السياسية بفرنسا حتى تدفع حكومة الأخيرة إلى تبني موقف واضح
من قضية الصحراء، وخلص إلى أن دعاية البوليسيرو لن تتوقف بعد قرار القضاء الفرنسي والبريطاني، لأن الأمر ليس بيدها بل بيد قصر المرادية الذي يوجه كل تحركاتها المعادية للمملكة المغربية، مشددا بالوقت عينه على أن المغرب مطالب بإبقاء الحذر والعمل بالوقت عينه بذكاء مستمر للدفاع عن قضيته الأولى. ومن هنا نتأكد أنه رغم قرار القضاء الفرنسي وجب الحذر من فرنسا بالنهاية لاصقة بالنفاق الأوروبي وعلى رأسهم فرنسا، نعم ماكرون من صفاته المكر. وبما أننا ذكرنا ماكرون لابد أن نتطرق على هذا الخبر الذي هو فضيحة. بوتين يرفض حضور ماكرون قمة البريكست بجنوب أفريقيا. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو أبلغت دولة جنوب أفريقيا رفضها حضور قادة الدول غير الصديقة لروسيا قمة بريكست، من بينهم ماكرون. وقال راكيكوف معلقا على تصريحات ماكرون حول رغبته بحضور قمة بريكست المزمع عقدة بجنوب أفريقيا بشهر أغسطس المقبل، إن الطرف المضيف جنوب أفريقيا هو الذي يحدد دائرة المدعوين لقمة بريكست، وهذه ممارسة تقليدية. وبين المسؤول الروسي أن قادة الدول الغربية من بينهم ماكرون ممن يمارسون هذه السياسة العدائية وغير المقبولة بالنسبة لنا، ويجادلون بشدة بوجوب عزل روسيا دوليا، ويوافقون على خطط الناتو لإلحاق ما يسمونه بالهزيمة الاستراتيجية لروسيا. من الواضح أنه لا محل لهم بقمة بريكس، هذا أمر مرفوض. وكانت وزيرة خارجية فرنسا كولونا قد أكدت أن مشاركة ماكرون بقمة بريكس قد تكون فكرة جيدة، وها نحن نرى روسيا رفضت ذلك وبشكل قطعي قائلة بالحرف ماكرون شخص غير مرحب به. وعلى ما يبدو الحساسية بين روسيا وفرنسا هي السبب الرئيسي لاندلاع الأزمة اليوم بين فرنسا والجزائر. كيف لا؟ وتبون رفضته فرنسا فذهب ليرتمي بأحضان الدب الروسي، ومع ذلك خرج تبون بانتكاستين، واحدة من فرنسا أخذ غضب الدول الغربية والثانية من روسيا، حيث لاحظ المتابعون للشأن السياسي الدولي أن دهاء بوتين كان باديا على محياه وهو يتعاطى مع هلوسات النظام الجزائري، لا سيما في محطات زور من خلالها تاريخ العلاقات الجزائرية الروسية بلا استحياء، وما كان من الجانب الروسي إلا أن تفاعل معها بضحكة خفيفة ضمنها كل البؤس الذي يعتريه بحضرة بلاد رئيس دولة تتشدق بكونها قوة إقليمية ضاربة. نعم نستطيع أن نقول أن روسيا وضعت الجزائر بورطة كبيرة، خاصة إن قرأنا ما تكتبه الصحف الأوروبية. صحيفة أوروبية تقول من أسباب زيارة تابون لروسيا تأمين الحصول على إمدادات السلاح من موسكو بظل الصراع المستمر مع المغرب، الأمر مفضوح ولا مجال للتعتيم عليه. قالت صحيفة ذا أوروبيان إن من بين أسباب زيارة تابون لموسكو هو الضغط من أجل تأمين الحصول على مزيد من الأسلحة الروسية بظل الصراع المستمر مع المغرب على قضية الصحراء. وأضاف نفس المصدر أن روسيا تعتبر حليفا للجزائر بل أيضا حليفا للمغرب، لكن الجزائر من الناحية العسكرية حيث يمدها بأكثر من 50% من العتاد العسكري. الهدف الرئيسي من زيارة تابون لموسكو زيادة ورفع مقدار المعاملات العسكرية بين الجزائر وروسيا، وهذا يعني أن تابون ذهب لروسيا من أجل صفقات عسكرية كان قد اتفق عليها سابقا قبل أن تتسبب الحرب بأوكرانيا على تأخير روسيا بالالتزام بالإيفاء بالعديد من الصفقات. وهذا يعني أن الصحف الأوروبية تسلط الضوء على هذا الأمر تحديدا لتفضح
نوايا الجزائر التي تحاول التعتيم عليها، حيث أن الخارجية الجزائرية كانت قد أكدت أن تبون لم يتكلم على اتفاقيات عسكرية بروسيا. وعندما نقول اتفاقيات عسكرية بين روسيا والجزائر، هذا الأمر يعرضها لعقوبات ومساءلات كبيرة سواء من أمريكا وسواء من الدول الغربية. الآن بما أننا ذكرنا هذا الأمر، يبقى السؤال: كيف العلاقات بين المغرب وروسيا؟ عاجل، سفير روسيا لدى جنوب أفريقيا من داخل جنوب أفريقيا يقول: موسكو شريك استراتيجي للقارة السمراء، روسيا تريد المحافظة على التوازن بالعلاقات داخل القارة الأفريقية، وهي رسالة واضحة لمن يعنيه الأمر، أي للمغرب. قال سفير روسيا لدى جنوب أفريقيا: أن روسيا شريك استراتيجي لأفريقيا ليس فقط في الإطار الأحادي بل ومجموعة بريكس، حيث أن روسيا يجب أن تري إمكانيات توسيع الأشكال الجديدة للتعاون من أجل توسيع التجارة المتبادلة والمشروعات المشتركة. وأضاف سفير روسيا من داخل جنوب أفريقيا أن هناك تحديات تواجه جنوب أفريقيا فيما يخص توليد الطاقة، ويجب على روسيا أن تعرض على الشركاء الأفريقيين الحلول الجديدة والفنية والتكنولوجية، لافتا إلى أن قطاع الغاز يمكن أن يكون أحد الحلول التطبيقية لتطوير الطاقة على مدار 24 ساعة. وأشار سفير روسيا لدى جنوب أفريقيا إلى أن غاز بروم لديها الإمكانيات الكبيرة لتوليد الكهرباء، مؤكدا أهمية القمة الأفريقية الروسية والتي تعقد بسانت برسبلنك الروسية الشهر المقبل. هذه الرسالة لها خلفيات عدة. رسالة السفير الروسي من داخل جنوب أفريقيا الموجهة للقارة الأفريقية بأكملها، أي من ضمنهم المغرب، نتأكد الآن أن روسيا تريد المحافظة على توازن بالعلاقة، وها هي ما زالت ترسل إشارات إيجابية للدول الأفريقية بأكملها. وهذا ما قلناه، العلاقات بين روسيا والمغرب ليست وليدة اليوم بل علاقات تاريخية. ألم بعيدا عن جميع ما قلناه، الحموشي بالبرتغال، ما هي القصة؟ التعاون الأمني والاستخباراتي بين المغرب والبرتغال يتعزز بمباحثات بين الحموشي ومسؤولين أمنيين برتغاليين. قام الحموشي بزيارة عمل إلى البرتغال على رأس وفد أمني هام أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين البرتغاليين، همت سبل تطوير التعاون بمختلف المجالات الأمنية وخصوصا بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الحموشي عقد بهذا الإطار مجموعة من اللقاءات مع السفيرة ميرا، السفيرة الأمنية العامة لنظام المعلومات بالجمهورية البرتغالية، بالإضافة إلى المدير العام لجهاز المخابرات الوطنية. وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على الصعيدين الأقليمي والدولي، وكذلك مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر التي تحدق بضفتي البحر الأبيض المتوسط الناجمة عن تصاعد النشاط الإرهابي، وكذلك سبل تعميق التعاون الأمني بين البلدين. وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد الرغبة المشتركة للطرفين بتدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي بمجال مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين. هذه كانت تفاصيل زيارة الحموشي إلى البرتغال، وليس على أن نقول إلا تحية كبيرة للمخابرات المغربية، ونقول شكرا لك لحد وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجنون هذه القناة تزدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية، ونقول في نهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب. يا سادة هيكسنا.
كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.